الموقف الأخباري من قناة الأزرق، حياكم الله. قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، قال إنه لابد من مراجعة قوى إعلان حرية والتغيير وطرح رؤية تستوعب الجميع. وأضاف لدى مخاطبته احتفال التوقيع على ميثاق التوافق الوطني لتوحيد قوى إعلان حرية والتغيير اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، سلكنا هذا الطريق ولا نسعى لغير الإصلاح، مؤكدا عزمهم المضي قدما لتسليم السلطة لحكومة منتخبة. من جانبه أوضح رئيس حركة تحرير جيش السودان حاكم إقليم دارفور ميني أركو مناوي أن ميثاق اليوم لتجديد روح الثورة وتجديد ذكرى جميع شهداء الوطن. وقال مناوي إن قوى إعلان حرية والتغيير مفتوحة لجميع فئات الشعب السوداني، مؤكدا الحاجة لوحدتها والعمل على تشكيل المجلس التشريعي بالإضافة إلى المحكمة الدستورية. يتمسكون بوحدة أرضنا وشعبنا ولن نفرط في شبر منها. اجتمعنا اليوم لنؤكد عزمنا على المضي في مضمار التحول الديمقراطي وتسليم السلطة لحكومة منتخبة انتخابا حرا مباشرا في نهاية الفترة الانتقالية في ميقاتها المضروب. اجتمعنا اليوم لنقول للناس لا استقرار بغير سلام وبغير تنفيذ اتفاق السلام السوداني في جوبا، والسعي الجاد لإلحاق من تبقى من حملة السلاح، وذلك في سبيل تحقيق الاستقرار في بلادنا. اجتمعنا اليوم لنؤكد للناس أن الشراكة الفريدة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية هي الضمان لاستقرار البلاد والضمان لاستقرار هذه الفترة الانتقالية وبلوغ غاياتها، وأننا مطالبون بالحفاظ على هذه الشراكة. هذا الميثاق يا جماعة هو ميثاق لتجديد روح حرية سلام عدالة، ميثاق لتجديد روح الثورة التي سقطت فيها أرواح. الميثاق هذا تجديد للروح وتجديد لذكرى شهداءنا الكرام أو شهدائنا الكرام أينما كانوا في كل البقاع الأرض، من شرقنا، من جنوبنا، من منطقتين، من دارفور، من أمام القيادة العامة، من الشمالية، من الشرق، من نهر النيل، من الجزيرة، جميع الناس، جميع الذين سقطوا من أجل هذا الوطن، جميع الذين ناضلوا وقالوا لا وأصبح لا في 11 أبريل 2019. دشنت وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة اليونسكو غرفة المصادر للتعليم الدامج بولاية الخرطوم، ويأتي تدشين بشراكة مع الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص حمزة الفحل، تم تدشين التجربة في 50 مدرسة حكومية وخاصة مناصفة بين ولايتي الخرطوم وجنوب دارفور. وأضاف أن تجربة سبقتها ورش عمل لتدريب المعلمين المساندين على الدمج على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا فيما يختص بالتعليم والصحة، ويهدف لتوطين التعليم الدامج من خلال استحداث نموذج سوداني خالص خاص بكيفية دمج التلاميذ ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام. دعا الائتلاف السوداني للتعليم للجميع الحكومة الانتقالية إلى المزيد من الاهتمام بالعملية التعليمية وتدريب المعلمين ومراجعة كليات التربية بالجامعات الولائية،
وطالب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة عمال التعليم العام ياسين حسن خلال مخاطبته ندوة مناقشة قضايا التعليم التي أقامها الائتلاف بالتعاون مع اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين، طالب بمنح المعلمين 10 مقاعد في المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن وجودهم يساهم في تعديل الكثير من القوانين المتعلقة بالعملية التعليمية. المعلمين وقضايا التعليم بصورة عامة حلها الأول والأساسي ليس في الجانب التنفيذي وليس في الجانب التشريعي، إنما في يد المعلمين، تكاتف المعلمين وحصر مشاكلهم وتشريحها ووضع الحلول لها، ثم إجبار الجانب التشريعي والجانب التنفيذي لتطبيق هذه الحلول. بحمد الله اللجنة التسييرية أنجزت إنجازات كبيرة جدا جدا في إزالة هذه التشوهات، ونحن نريد أن نراها على أرض الواقع. نحن منذ تأسيسنا نعمل لأن يصبح راتب المعلم من أعلى رواتب الخدمة المدنية في الدولة، لأن المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية والعمود الفقري لتأسيس دولة متقدمة متحضرة متطورة. شهد والي ولاية الجزيرة الدكتور عبد الله إدريس الكنين بمعسكر اللواء الأول بود مدني فعاليات تخريج الدفعة 26 مستجدين بحضور مدير إدارة التدريب برية بقوات الشعب المسلحة اللواء الركن الطاهر أحمد وأعضاء اللجنة الأمنية بولاية الجزيرة. وقال قائد الفرقة الأولى مشاة العميد عوض الكريم علي سعيد لدى مخاطبته الاحتفال، قال إن هذه الدفعة تعتبر إضافة حقيقية للقوات المسلحة ودعما لحكومة الفترة الانتقالية. اختتمت فعاليات مشروع قصال التي نفذتها رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع مركز القلب بمدينة مدني. وقال مدير مركز القلب مدني الدكتور صلاح الدين مصطفى، قال إن الحملة تعتبر الخامسة خلال العام الحالي، حيث تم خلالها تنفيذ أكثر من 50 عملية استهدفت الأطفال الذين تستدعي حالاتهم الطبية التدخل الجراحي العاجل. من جانبه قال استشاري جراحة قصرة القلب رئيس الوفد الطبي الدكتور عبد الرحمن المسند، إن المشروع يسهم في سد الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من التدخل الجراحي لقسطرة قلب الأطفال، بالإضافة لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الطبية المحلية. يغطي السودان كله في الوقت الراهن، ويعني هي زيارات تعتبر مدعومة دعم عالي جدا جدا، بالرغم انه احنا يعني في 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 منظورنا انه يعني الدعم المفروض يكون اكبر من كده شوية، اللي هو تأهيل الكوادر بالتدريب المستمر وتأهيل حتى البنية التحتية للمراكز بتاعة القلب، لأن المراكز دي يعني مؤسسة من أكثر من المركز بتاعنا ذي له ما يقارب الـ 12 سنة. حملات هذه المرة هذه أدخلنا فيها جانب التدريب. معنا الآن الحين قاعد يسوي قسطرة الدكتور عبد الرحمن سوداني الطبيب من الزمالة، أتوقع خلال سنة سنتين بيكون حتى ما نحتاج نجي هنا، هو بيصير من أفضل أطباء قسطرة على مستوى أفريقيا مو على مستوى السودان فقط. فحنا التزامنا التزام ليس العمل الحالات فقط بل التزام للتدريب. بهذا الخبر مشاهدينا ينتهي الموقف الأخباري، أينما كنتم تمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية، في أمان الله.